مرحبا بكم في عدد جديد محصتكم ولدنا تحت جناحنا. اليوم راح نتكلموا على الفعل الحضاري للسيفيزم، كيفاش انا مع اولادي ومع المحيط نتاعي كيفاش نقدر نساهم باش المجتمع ديالنا كامل يكون حضاري وعنده تصرف حضاري. إذا أنشأنا أبنائنا على القيم والمثل والمبادئ، أكيد أنه هذا رح ينعكس إيجاباً على المجتمع غداً. إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. حصتكم الأسبوعية ولدنا تحت جناحنا أجيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم هو الفعل الحضاري للسيفيزم. هل لاحظتي كاش نهار ولادك داروا فعل غير حضاري ودخلتي؟ كي تكون الأم واقفة على ولادها ما يكونش زكا، ما يكونش على هذيك الحاجة، ما ترميهاش في القاعة، كاين سلة المهملات. للسيفيزم هو عمل جماعي باش أنا وأنت نعيشوا مرتاحين. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح، نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدنا. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، حب وحنان مسؤولة حقها واجب مهما كان.